السلام عليكم. يوما هجرب حاجة غريبة خطيرة. أنا عارف إن في سفينة هتتحرك، هتيجي هتعدي من هنا في خلال حوالي 10 دقايق أو 20 دقيقة، لأن أنا عايش على الساحل زي ما انتم شايفين. فهقرب إن أنا هصور بكاميرتين، الكاميرا دي تصور على 200، دي تصور على 600. زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة السفينة جاية في الطريق. أنا اللي هعمله حاليا إن أنا هطير الطيارة، خليها تعدي الناحية التانية من البحر، تصور السفينة وترجع. مش عارف هل هتنفع ولا لأ. اللي أنا أعرفه إن البعد هنا حوالي 2 كيلو أو 3 كيلو. أنا خايف بس على البطارية إنها تفصل في الطريق، ففي الحالة دي الطيارة تقع في المية. ربنا يستر. خلينا نشوف المشهد عامل ازاي. هديها سبورتس مود عشان اطيرها بسرعة. طلع لي ايرور بيقول ان في كتير انترفيرنس حاصل مع حاجة تانية. ويت سيجنال. فهنا كده في سيجنال. مش عارف هل السفينة دي فيها. وصلت للسفينة.